كما قام سمو الشيخ جابر المبارك الحمر الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية لإدارة العمليات المركزية التابعة للإدارة العامة للإطفاء، يرافقه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح للاطلاع على جهود الإدارة في التعامل مع الأمطار ومواجهة تداعياتها. تعاملنا من فجر الأربعاء لغاية الساعة 8 اليوم مع 255 بلغ. عدد الإصابات ولله الحمد لا يوجد الأمطار الأخيرة. عدد الوفيات ولله الحمد لا يوجد. تم إنقاذ 294 شخص تقريبا. كمية الأمطار اللي نزلت أمس واللي نزلت لغاية الساعة 8 اليوم جمعناها على بعض، الأحمدي هي بالصدارة 138 ملي متر. هذه يعني في على يوم واحد شو اسمه. جاب المركز الثاني الوفرة ب 123 ملي متر، بعدين مطار الكويت الدولي، وفعلا مطار الكويت الدولي والفروانية هي يعني أكثر شيء نقول الأحمدي والوفرة والفروانية. الإجراءات اللي سويناها حجز كلي للقيادات، حجز جزئي للمراكز الإطفاء. إحنا عندنا ثلاث زامات، حجزنا زامتين فرقتين. مباشرة عملية الإنقاذ والآليات بالزوارق المحمولة، استخدام مراكز الإطفاء القريبة الإيواء، بعض المراكز خليناها إيواء حق المحتاجين. نزفنا المياه عن المنازل والمستشفيات ومدرج المطار، الحين مشاركين مع جهات الدولة في مدرج المطار. أسندنا هيئة الطرق والمضخات، أسندنا وزارة الداخلية بانتشال وسحب بعض السيائير، أسندنا وزارة الأشغال بإزالة الأنقاض والمخلفات وحواجز الطرق وفتح قنوات تصريف المياه.